ما أرواحهم مع الكتاب على ضفاف البحر. على ضفاف البحر يعني البحر من هنا، كأنه المعلومات تجي من البحر وتتلقاها. سواحل جدة الحبيبة، المدينة الثقافية عروس البحر، تأتي هنا المعرض. هذا هو معرض الكتاب، منطقة جميلة وأجواء جميلة واختيار رائع للموعد، مقر إقامة المعرض. حقيقة أنا سعيد جدا بهذا الحراك الذي له سنوات. لما سافر توحشينا، لما نرجع تحضنينا، لو نسافر توحشينا، لما نرجع تحضنينا، مهما درنا ما في زي جدة يا أحلى مدينة، مهما درنا ما في زي جدة يا أحلى. نحن في منصة إصدار كتاب الأستاذة دلال راضي، حنشوف الحين. أنا الكاتبة الأستاذة دلال راضي، وحنسألها الحين عن كتبها ما شاء الله، نتابعها في الفيسبوك وفي منطقة الحوار الثقافي ونشاط ثقافي ذكري ما شاء الله متوقف دوما. أستاذة دلال، أول شيء عرفينا بإصدار كتابك الآن. إصداري لقلبك قلمي هو عبارة عن نثريات، في حوالي 25 نثرية تتحدث عن المشاعر الأنثى وعن المعاناة وعن الفرح وعن السرور وأشياء كثيرة في المجتمع. طبعا هذا الإصدار الرابع، من قبله كان ما لم تقله ليلى، وكان مجموعة قصصية لا وجه لنصفي، وكان عندي أيضا كتاب تراتيل المساء. كلها موجودة يعني بعد المعرض موجودة في مكتبة تواجد دائما؟ والله هي حتكون في دار المحراب العربي إن شاء الله بإذن الله تعالى. في جدة؟ أيوه في جدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. توفيق. الله يسلمك. شكرا لأستاذ رويد، الله يعطيك العافية وشرفتنا ونورتنا.